بس خلينا نرجع مع حضراتكم كده شوية لورا 2019، وقت ما أعلن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشين مبادرة حياة كريمة. كلنا من وقتها بنسمع عن كم المجهودات اللي قامت بيها مؤسسة حياة كريمة، كم المجهودات اللي موجودة في كل القطاعات واللي بتقوم على مشروعات مختلفة في مختلف المحاور زي الصحة، التعليم، السكن الكريم وغيرها. لكن في محور مهم جدا بتهتم بيه مؤسسة حياة كريمة بشكل خاص، وهو المحور الاجتماعي بكل أشكاله بقى، ندوات تثقيفية، دعم غذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، تأهيل للسيدات في مجال الحرف اليدوية، تجهيز العرائس، كل المجالات المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر وبأحوالهم كمان الاجتماعية يا مصطفى. صحيح يا جمانة، ده حقيقي. بالمناسبة امبارح كان في احتفال كبير على المسرح الروماني في كورنيش النيل بمحافظة المنيا. الاحتفال ده عملته مؤسسة حياة كريمة ل100 عروسة تم تجهيزهم وتوفير كل احتياجاتهم علشان تكمل فرحتهم وعلشان يبدأوا حياة زوجية سعيدة. علشان كده بنقول إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة مش بس بتشتغل على توفير الخدمات العامة أو تطوير المنشآت والبنية التحتية في الريف المصري، ولكن هي كمان أيضاً عندها مسؤولية اجتماعية كبيرة ليها علاقة برعاية الجوانب الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجاً في قرى الريف المصري. صحيح يا مصطفى، يمكن على مدار سنين كتير قوي فاتت كنا بنسمع بالفعل عن كل الجهود دي أو كل الخدمات دي اللي بتقدم لأهالينا اللي موجودين في القرى يمكن البعيدة اللي كانت مهمشة في وقت من الأوقات، لكن بتبقى من خلال المجتمع المدني، ناس بتساعد، جهود كلها جهود ذاتية، جهود زي ما قلت لحضراتكم مجتمعات مدنية، لكن فكرة أنه يكون هذه المجهودات هي جهود دولة دي نقطة مهمة جدا. حقيقة مؤسسة حياة كريمة عملت مبادرة كمان مهمة جدا اسمها وصل الخير. المبادرة دي بيشترك فيها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبتشتغل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توزيع الصناديق الغذائية، الدعم الغذائي على الأهالي. وحقيقة كمان من يومين كانت المبادرة دي موجودة في سوهاج تحديدا، وقامت بتوزيع كراتين السلع الغذائية على الفئات المستحقة في حوالي 11 قرية في محافظة سوهاج. قبل كده كمان كانت موجودة في قرى الأقصر وأسوان وكفر الشيخ والغربية، محافظات كتير قوي يا مصطفى. فكرة ان انت تكون موجود على أرض الواقع بتتعامل مع الفئات الأولى بالرعاية، وفكرة كمان اسمها الفئات الأولى بالرعاية، الاسم في حد ذاته كمان يستحق التوقف عنده. صحيح صحيح. وبعدين زي ما نقول الريف المهمش والصعيد المهمش، انت كل اللي قلتيهم ايه؟ في حاجه جت ناحيه القاهره او الاقاليم الكبرى او البتاع، كنا بنعاني طبعا من مركزيه الخدمات بالظبط كده، يعني ما فيش حمود القناه، ما فيش اسكندريه، ما فيش بورسعيد. انا شايف الاقصر، شايف اسوان، شايف المنيا، شايف حتى محافظات من الدلتا انت قلتيها الغربيه تقريبا او المنوفيه. فانا بتكلم في ان انا داخل جوه المجتمع المصري اللي فعلا محتاج، وصلنا المحافظات حدوديه كمان يعني كده. اسوان طبعا. فانت يعني منظمه من منظمات المجتمع تابعة للدولة طبعا، ما اقدرش انكر، ولكن جهودها بتصل بهذا الشكل وهذا الكم. اعتقد ده ذراع مهم جدا من اذرع الدولة. غير بقى فكرة الحوار المجتمعي اللي بتهتم بيها مؤسسة حياة كريمة وبتعملها بشكل متواصل في القرى علشان تتعرف من الاهالي على ارائهم ومقترحاتهم بخصوص المشروعات اللي محتاجينها في القرى. يعني احنا بنروح هناك ونسالهم انتوا عايزين ايه. على سبيل المثال امبارح كان في جلسة حوار مجتمعي مع اهالي قرى مركز منشأة القناطر، ومن يومين كان في حوار تاني في قرى ويسنا في المنوفية، وتمت الإجابة على كل تساؤلات المواطنين حول المبادرة وحول آلية العمل خلال الفترة اللي جاية. طبعا كان في مسؤولين من هذه المبادرة استمعوا لآراء الشباب هناك وأهالي القرى، استمعوا لمقترحاتهم واتكلموا معاهم حوالين مشروعات المبادرة، وربما ده بيخلق نوع من أنواع التواصل الإنساني والمجتمعي بين المؤسسة اللي هي حياة كريمة وبين أهالينا في الريف. الجسر الممتد ده أعتقد أنه أهم جسر إنساني وصل من مركزية العاصمة لقرى مصر ونواحيها. صحيح. يمكن لو تفتكر معايا كمان وقت إعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن هذه المبادرة يا مصطفى، كانت حتى الأرقام كانت تخض، يعني كنا بنتكلم عن مبادرة متعلقة هتخدم حوالي 4500 قرية بتوابعها بالمراكز اللي جوه. التوابع وصلت ل 28,000 تابع، تخدم 58 مليون مواطن، يعني أكتر من نص الشعب المصري. يعني احنا بنتكلم في مشروع ضخم، والحقيقه ان المبادره بعد كده تحولت لمشروع قومي ده نظرا لاهميتها. طيب هل ده راينا بس؟ يعني هل احنا بنحاول نستعرض مع حضراتكم جهود
مبادره حياه كريمه شهادات أممية. ابدا. طب خلينا نبص للشهادات الامميه، يعني شهادات واسعه جدا باهميه هذه المبادره وانها المبادره الاكبر والاضخم صحيح في التاريخ. يعني هدي حضراتكم مثال صغير جدا، ويمكن انا كنت موجوده بالفعل في فعاليه احدى الفعاليات اللي كانت لا كانت بتقام في جامعه الدول العربيه، وكانت موجوده فيها السيده إيلينا فانوفا منسقه الامم المتحده في مصر. انا سمعتها بنفسي بتتحدث عن حياه كريمه وعن مدى اهميه هذه المبادره، وازاي هي ليها دور فعال في التنميه المستدامه اللي بيهتم بيه بالمناسبه العالم كله. المبادرة أو هذه المبادرة، مبادرة حياة كريمة، اللي تحولت لمشروع قومي فيما بعد مهمة جدا. الموضوع مش متعلق فقط بفئة معينة، مش بس ان احنا بنحسن جودة خدمات او بنحسن جودة مواطن، لا احنا بنشتغل ان احنا نوفر فرص عمل صحيح. بنشتغل على المرأة المعيلة، بنشتغل على الأطفال والأيتام، بنشتغل على ذوي الهمم. يمكن الحقيقة بنشتغل كمان على تطوير البنية التحتية طبعاً. والحوار المجتمع اللي بيتم ده عظيم، لأن دايما كنا بنشكو من إن إيه الناس تصحى تلاقي حاجة حصلت. لا، أنا النهاردة بروح وبقعد، أنتوا محتاجين إيه؟ محتاجين صرف صحي، محتاجين إيه؟ محتاجين مش عارف إيه. ففكرة الحوار المجتمعي أولا بتخلق ذراع إنساني وذراع اجتماعي للدولة تفاعل بالظبط، تفاعل مع المواطنين. وإحنا كنا محتاجين ده، أنت ما كنتش موجود كدولة بشكل كبير، وربما استغلت بعض الجماعات قبل كده في السابق عدم وجود الدولة في النهاية تملا افكارها المسمومه. النهارده انت موجود بمشروعاتك، موجود بدعمك، موجود بلغتك، موجود بمجهودك، فما اعتقدش ان في حاجه يعني هتبقى حاجه عظيمه في 2022 لو بنحتفل ب يعني ختام هذه السنه زي المشروع الاجتماعي العظيم حياه كريمه. اعتقد ان هو دخل اغلب البيوت المصريه. انت قلتي 58 مليون يعني حوالي اكتر من نص الشعب المصري مستهدف ان هو يستفيد من هذه المبادره اللي بتعتبر من اهم المبادرات الاجتماعيه في العالم باكمله. على اي حال بتصبح على حضراتكم، وهنبدا معاكم حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح الفل.